وصلنا على فقرتنا الطبية. مثل ما بنعرف رشا، دائما البعد النفسي دائما بنضوي على هي النقطة، أنه أي شيء نفسي بمر معنا بيأثر على صحتنا، لكن اليوم كمان هذا الشيء بيطب الأسنان أو بالأسنان. اليوم أيضاً البعد النفسي بيدخل بيطب الأسنان. اليوم التوترات، القلق اليومي اللي عم نعيشه بيؤدي لكتير مشاكل، وخصوصا بالفكين بيؤدي لصرير الأسنان، وكثير منا بيجهل هي النقطة أنه هي النقطة هي سبب التوتر والقلق. اليوم رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع وقديش هو كتير مهم. في كتير أشخاص فعلا بيجهلوا أنه فعلا الجانب النفسي كتير مهم هو بالبداية. هلا كثير بنسمع من اشخاص انه فلان نومته مزعجه كثير، انه بيطلع اصوات كثير غريبه خلال نومته بتمه، ما بينتبه على تمه. هذا مو بس بياثر على صحه الاسنان، يعني بتروح على دكتور الاسنان بيقول لك عندك طحن بالطبقه العليا. اليوم التاثيرات النفسيه مو بس عم تشمل ان كان حياتنا او اجسادنا، اليوم معظم امراضنا عم يكون منشا نفسي، يعني حتى الامراض الفمويه او بعض الحالات اللي ممكن تصيب الاسنان اليوم رح نضوي عليها، كرمال هيك تاخذوا بعض النصائح تحاولوا تبعدوا عنا خلال الظروف والضغوط اللي عم نعيشها. وهي الاسئله دائما هيك ضيفنا وهو من اهل الدار الدكتور ابراهيم تركماني، اخصائي في تجميل الاسنان والتعويضات الفكيه. سعد صباحك دكتور. سعد صباحكم. كيفك؟ اهلا وسهلا. اشتقنا لك دكتور. سوريا دائما بالخير. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. نحن اشتقنا لكم. نحن بالاكثر. اهلا وسهلا دكتور. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. الموضوع اللي تحدثتوا فيه حضراتكم بالمقدمه حقيقه هي جوهر العلاقة الاجتماعية اللي قائمة هي الحالة النفسية. تماما دكتور. التوترات والظروف اللي بيعيشها دائما الإنسان حقيقة بتتجسد بالجسد بشكل عام، وخاصة بمنطقة الفم. ونحن اليوم بنعيش يعني كمجتمع، يعني الصبايا والشباب والمجتمع توق نحو الناحية الجمالية. وحقيقة إذا بدنا نحكي على الناحية الجمالية فمنلاقي أنه أهم عامل فيها هي العامل النفسي، وبالتالي ما يدمر الجمال هو يعني المرض النفسي. فإذا خاصة نفسي هلأ منتشر يا دكتور، يعني اليوم نحن بنحاول نقول أنه الموضوع النفسي هو يرخي بظلاله على الجمال الأسنان. هي حقيقة يعني يجب أن ندركها، وبالتالي مهما تكون الفتاة جميلة أو الشاب وسيم، وحقيقة يكون حزين ومتعب وبحالة نفسية غير يعني صحية، فرح يكون الناحية الجمالية أكيد ما أنا موجودة تختفي من الوجه بسبب الضغوطات. اليوم في أشخاص يمكن دكتور بيتجاوزوا هذا الشيء أو بيكون عندهم في ضغوطات، ما في حدا ما عم يمرق بضغوطات اليوم، لكن في أشخاص بيكون عندهم ستريس زيادة، ممكن هاي المنطقة يكون في ضغط عليها، هذا الشيء اللي بيخلي الحالة النفسية تأثر أكثر على منطقة الفكين. خلينا نحكي اليوم تأثير التوترات اليومية على هذا الشيء وخصوصا عند الطلبة. هلا أنا بدي أحكي نقطة بس حضرتك أشرتي إلى أنه موضوع التوتر النفسي والأمراض النفسية هي يعني موضوع يشمل البشرية الكاملة وكل المجتمعات، يعني ما في مجتمع مهما كانت ظروفه إلا يحتوي على أشخاص في عندهم توتر نفسي أو ضغوطات نفسية. طبعا يعني بتختلف بشدتها باتساعها. نعم. هي النقطة اللي أنا حبيت ضوي عليها. هلأ الموضوع اللي نحن عنا إياه بالنسبة للطلبة مثلا والعامل النفسي اللي بتكون هو حالة التوتر. وهذا غير مبرر حقيقة، يعني نحن نريد من الطلاب الاهتمام دراسيا وامتحانيا، لكن ليس لحد المرض، لحد التوتر، يعني بعض الطلبة يعني يصبحوا بمراحل مرض نفسي بنتيجة انه الأهالي دكتور كمان عم يصيبون امراض نفسية اكثر. شيء طبيعي. هلا الموضوع التوتر، التوتر حبابين دكاترة الجامعة دائما حبابين نحن مع الطلاب. يعطيكم الف عافية دكتور اكيد يعني، بس ولكن لكم رهبة يعني اليوم امام الطالب اجباري يعني. الاهتمام هو الموضوع، يعني الاهتمام غير جانب التوتر. ما بدنا اياه يهتم لكن ما يروح لدرجه التوتر. اخطر شيء نروح لدرجه التوتر، وهذا الشيء يلي نحن ما بنريده. وحقيقه ثقافه مجتمعنا مثل ما تفضلتوا، يعني موضوع ثقافي بالامتحانيه موضوع كثير يجب ان تتغير. تربينا عليه دكتور. هاي المشكله القائمه بالمجتمع الثقافي. ترهيب كانت القصه. الموضوع
عند الامتحان. فالموضوع عند الامتحان هذه كلمة جداً يعني ليست من باب الثقافة التربوية التي يجب أن تكون مطروحة في مدارسنا. فالامتحان هو جزء من العملية التدريسية، جزء من العملية التربوية التي تمر بسلام، وكل الأجيال يمرون بامتحانات ويصبحوا بمراكز صحيح. متقدمة نتيجة التفوق الامتحاني. فالامتحان هو بوابة وليس بوابة للنجاح وليس بوابة للتوتر. هذا يعني الموضوع المهم بالنقطة. لكن ماذا يرخي بظلاله على الفم والأسنان، وهذا مجال الاختصاص يعني بالموضوع. حقيقة نتيجة التوتر تنشأ مثل ما تفضلتوا حضراتكم عمليات بنسميها الضزاز أو الصرير الليلي، وما بس هيك بتنشأ يعني عادات فموية سيئة نتيجة هذا التوتر الشديد. فالبعض مثلا يقوم بوضع القلم في الفم أو الممحات أو في أدوات دائما وخطيرة جدا بتشوه بمنظر الأسنان وبتعمل تآكل فيها، وما بس هيك بتشوه بالمنظر العام للوجه، لأن هذه الأدوات توضع في نقطة محددة وتعطي مع الزمن ميلان بالوجه، فنجد عدم تناظر بالوجه نتيجة استخدام هذه الأدوات الأقلام يعني بشكل خاص. هي مرحلة من المراحل يعني التدريسية، وخاصة بالمراحل المبكرة، وياريت يعني بالمدارس يكون في يعني هذا التوجيه النفسي لموضوع الطلبي الذين يضعون يعني الأقلام في الأفواه، عدا عن الناحية الغير الصحية بنقل الجراثيم وما شابه الفوري هذا طبعا. أنا يعني الموضوع في البعد الجرثومي المباشر وفي شيء المتقدم بالعمر يعني مع تقدم العمر وضع القلم في الفم، فهذا بشكل ميلان بالوجه وسحل بالأسنان. هلا وقت الآن بحكي على موضوع أنه في قضم أظافر، في عادات فموية سيئة جدا، في البعض يعني يضع قطعة من القماش يعني البعض بيشد بعض بياخذ خصل من الشعر ليخفف التوتر. انا هيك شوفها مع شخص هيك بضل حاطه خصله شعر بتما يعني. ففي عادات نحن بنلاحظها، عادات فمويه حقيقه مباشره هي الجرثوميه ولا شك. يعني موضوع نحن الفم هو يعني منبع جرثومي وياخذ من الجراثيم الخارجيه فينتقل للحالة المرضية. فهذه المشكلة الحقيقية اللي بنلاحظ أنه في اضطرابات هضمية مع هيك ناس بشكل كتير كبير. لكن وقت اللي بدي أقول أنه الضزز ومننتقل لموضوع السحل بالأدوات أو بالأسنان مع بعض، تنتقل حالة التوتر للعقل الباطن بالليل ونحن نايمين، يفرغ هالشحنات السلبية اللي حملناها بالنهار، فراح يكون في حركة غير يعني إرادية ومعركة حقيقية، وتتحول هذه المعركة لموضوع تهديم الأسنان، وبالتالي سحل الأسنان بشكل شديد. وما يعنيه سحل الأسنان هو فقد المادة البيضاء التي تعتز بها الصبايا والشباب، وهي ناحية جمالية كتير كبيرة. ونحن كلنا بنشوف أنه بعياداتنا كأطباء أسنان كلهم بينشدوا أنه يكون اللون الأبيض هالجميل موجود بالفم. فنحن وقت اللي بنعمل هالعادات الفموية السيئة والتوتر الغير مبرر حقيقة، لأنه نحن نعرف أنه كل شيء راح يمر وراح نخلص من هاليوم هذا ومن هالامتحان وتنتهي مثل أي حدا تاني خلص من الامتحان الغير مبرر التوتر له. فالموضوع بالنسبة لنا خسارة هالمادة البيضاء راح يكون في خسارة للناحية الجمالية. يعني نحن اليوم هلا عم نحكي دكتور على نتائج الحالات يعني النفسية على موضوع الفموي، هذا الشيء لا يمكن انه نحكي اليوم ونعرف انه المساء راح هذا يصير معنا، لا راح يكون في له يعني عامل زمني ممكن يكون سنة سنتين ثلاثة حسب، وبالتالي نحن قادمين على خسارة المادة البيضاء الميناء. وبالتالي هالسحل الشديد إذا خسارة جمالية. أنا بدي أتوجه لجيل الشباب أنه يعرفوا شو عم بصير بالناحية الجمالية اللي هي مهمة بالنسبة لهم وبيسعوا لها لأنه يحصنوها ويزيدوا الناحية الجمالية. فالموضوع بالنسبة لنا وقت بصير في سحل بهالطبقة هاي وبتزول راح يصير في قصر بموضوع الأسنان، وبالتالي راح يصير في انعدام بالجمالية الفم. النقطة الثانية
انه ما بس انعدام داخل الحفرة الفموية بالابتسامة رح نشوف اسنان قصيرة مشوهة، لا رح نشوف كمان في نقطة كتير هامة انه بتصير الفك السفلي بيعمل حالة بروز للأمام بشكل كبير، وهي بيعطي ناحية جمالية كتير مانا مقبولة. وبالتالي يعني الموضوع بالنسبة لنا عم نروح باتجاهات يعني لا إذا بدنا نعالجها رح تكون في وقت في كلفة كبيرة وفي تحدي كبير، يعني لأنه هيك علاجات بدها أخصائيين متمرسين ليقدروا يعيدوا بناء الفم لوضعه يلي كان فيه بشكل جمالي حلو ووظيفي حتى جيد. حتى دكتور الحشوات المؤقتة يعني بتتآكل التبدل هذا اللي عم بصير تبدل بالمفصل الفك السطحي بالجهتين، وهذا الكلام يعني خطير جدا، يعني المعالجات معقدة جدا. نعم. فلذلك أنا يعني الموضوع ندعو أنه لصيانة هذا الجمال ألا نتوتر وما في داعي للتوتر بأي موقف حقيقة، سواء طلاب أو الناس الكبار البالغين، أنه ما يتوتروا، لأنه نحن يعني شيء طبيعي نحن بشر، لكن ما نوصل بحدة التوتر لدرجة أنه نفقد أعصابنا وما عاد نقدر نسيطر على أعصابنا بشكل جيد. تفضلتي حضرتك أنه بشان الحشوات كنت عم أقول دكتور أنه حتى الحشوات المؤقتة يعني بيكون حاطة الشخص وبيعاني من موضوع الصرير الليلي أو هذا الضغط النفسي بتتآكل يعني مع الأيام، يعني قد ما بيصير في كذا بالأسنان أثناء النوم. بدي أحكي فكرة وكتير هامة، الموضوع بالصرير الليلي هو كنقطة ماء على صخرة. نحن بالقرى كلياتنا في نبع مي وفي صخرة تحته مثل الجرن، هي حقيقة مع عامل الزمن تشكل هالجرن من تواتر الماء، نقاط تتساقط بتواتر معين مع عامل الزمن صارت. الضربات يلي بتصير بالفم حركة الفك السفلي الصرير الليلي مثل المطرقة عم نمسك على الحيط وندق عليها بشكل متواتر بشكل كامل، فراح يسقط الحيط. الموضوع بالنسبة لنا هي حركات مؤذية جدا للوجه ومركب الوجه ومركب الفم بشكل كامل. الإيذاء ليس الإيذاء آني باللحظة، قد يأتينا يعني إشارات من الجسم تقول لنا صباحا، بنقعد بنشوف بنسأل المريض انه شو الموضوع اللي عندك اياه، فبلاقي انه في دائما عضلات الخدين تعبانين متشنجين، بيقعد هو في ألم عنده موجود. هي إشارات وإشارات أولية، وضروري نحن وقت اللي بصير عنا أو بيشعر حدا من يعني زميلنا يلي بالغرفة أو شريكنا أو أخونا أو أختنا هدول يلي بيلاحظوا هيك موضوع، نتوجه لعند طبيب الأسنان حقيقة ليصير في معالجات تتناسب مع حالات الصرير الليلي. وضروري جدا هو الموضوع البعد النفسي والفهم، لأنه حقيقة نحن تفشل كل معالجات أطباء الأسنان أمام تحديات الحالة النفسية اللي بيكون مردة أنه يصير في صرير ليلي. هني بيكسروا الأسنان الطبيعية، بيكسروا التيجان، بيكسروا الحشوات، وبالتالي نحن بنشوف في كتير من المعالجات بتلاقي عم تفشل حقيقة، وهي سبب البعد النفسي يلي هي بيكون فيها بالنتيجة صرير. إذا الطبيب ما انتبه إنه في صرير ليلي أو المريض ما انتبه، فبتلاقي إنه الحشوات دائما عم تطلع من مكانها، بنلاقي إنه التيجان اللي عم تنحط عم تتكسر، بنلاقي إنه الأسنان كلها فيها حالة سحل شديد. فهذا موضوع يعني فشل المعالجة مرده للحالة النفسية عند المريض نتيجة التوترات. فنحن لا يمكن إنه نبدأ معالجة صحيحة قبل إزالة التوتر النفسي عند المريض. هذا أمر غايب الأهمية لنجاح المعالجات السنية. ومنها حتى بالأجهزة المتحركة، مريض صحيح ما بيستخدم الجهاز الكامل مثلا بالفم ليلا الأجهزة المتحركة، لكن حقيقة وقت النهار بتلاقي بيؤدي لتكسير الأجهزة من شدة الضغط النفسي. وبالتالي يعني الموضوع بالبعد النفسي هو بعد مهم جدا، هو جزء أساسي للعلاج بطب الأسنان. لازم نحن حقيقة ما نخاف منه، هو في له حلول والحلول بسيطة جدا عند أطباء الأسنان، وممكن
يعني تصحيح الأمر بشكل كتير يعني نلحق الوقت فعال. يعني مش طبيعي انه ندرك المشكله يعني بس اول اشاره المشكله واقتنع المريض بموضوع انه شو الحاليه اللي عنده اياها فراح يكون في تغير جذري بالعلاج وبالتالي بالنتائج وانا بقول كل ما بكرنا بكون الحل أفضل. رائع جدا وسريع جدا كل ما بكرنا بالتشخيص. طب دكتور اليوم الأطفال ممكن تصيبهم هاي الحالة المرضية صرير الأسنان لأي درجة ممكن أنه يتأثروا فيها ولا فقط الكبار ولأنه دائما نحن مثل ما بنعرف أو بيقولوا أنه الأطفال ما عندهم توترات نفسية اليوم الطفل مثل الحدا الكبير. هلا دائما الحالات النفسية تشمل من الولادة حتى كمان بيجينا طفل معصب بلا سبب بيجي طفل متوتر لا في الضغوطات ونحن بنلاحظ انه بعض الاطفال ببلشوا يوضعوا اصبعتهم بفمهم ويعملوا لنا تشوه كثير كبير فبيكون الطفل بوضعية كثير جميلة نتيجة وضع الاصبع بالفم اللهاي ولا العضادة كمان هدول دكتور نحن ما بنفضلها وفي الاصبع يعني الأطفال كتير بيتمتعوا اللي عندهم ضغط نفسي شدة نفسية هذا الشيء بيكتسبوه من الأسرة المتوترة يعني الأم وقت بتكون متوترة وعصبية وصوت عالي يعني اليوم الطفل لو ما كان عنده توتر رح يتوتر من الأسرة المحيطة أو طبيعي هو يعني أنا باعتقادي انه الطفل هو يعني صفحه بيضاء صح دكتور بس ما بيقدر يعبر يعني يمكن هدول الشيء اللي عم يعمله هو رده الفعل انه الاصبع تكون بالفم وبالتالي تشوه حقيقه بقبه الحناك تراجع بالفك السفلي تقدم بالاسنان العلويه وبالتالي يعني عم انا يعني ندعو هون الامهات والاباء نرجوكم ان تنتبهوا لهذه المعاناه عند الاطفال لانه حقيقه يعني عدا عن البعد النفسي راح يكون في تشوه جمالي بوجه وما حدا ام بتقبل او اب انه يكون عنده ابنه يعني في حاله غير جماليه بالتاكيد يعني هن ما بيرضوا على هالموضوع فيعني ندرك انه بدنا نحافظ على جماليه الوجه والفم عند اطفالنا بالعكس دكتور أنا بحس أنه الطفل يمكن أكثر شيء بيكون عنده توتر مخفي يعني هو ما بيقدر يتمرد على مثلا على أي شيء ممكن يتعرض له أو بيكبت إن كان من التنمر إن كان من معاملة الأسرة إن كان من إسقاطات الأسرة نفسها عليها فمثل ما قلت حضرتك بتحس عنده حركات لا إرادية عم يساويها دليل كبت داخلي يعني فهون دعوتك جدا مهم اليوم أنه ننتبه على هاي النقطة عند أطفالنا يعني نحن نتعامل مع كائن من الذكاء فيه ما فيه صح. لا ندركه صح. حقيقة وقد يكون هذا الطفل من عباقرة الدنيا يعني درجة الطفولة والذكاء والوعي اللي عند الأطفال نحن ندركها منشوف في كثير من الأطفال مبدعين وعم نشوف يعني بالمسابقات العالمية ما شاء الله سوريا دائما في عندها هيك أطفال أسمع. يعني من العباقرة اللي عم يتألقوا وبالتالي يعني نحن لازم نحافظ على الموضوع هي رسالة الأب والأب يعني انه يكونوا تمام. اسره صحيه هي اهم تمام. نقطه بالحياه فتكوين الاسره الصحيه تكمن من وعي الاب والام حقيقه هلا المدارس بعدين في مرحله متقدمه راح يكون عامل المدرس عامل المعلم المعلمه هن رسالتهم الجليله انه التربويه ما يخلقوا يعني مثل ما حكينا هلا يعني أمثال عن الامتحانات توتر حالي النفسي يجب أن تكون صحية يجب أن تكون هناك رسائل تربوية كلها تعتمد على يعني يا ريت وزارة التربية تمنع هذه الأمثال وهذه الأشعار التي يعني توتر حقيقة وتعطي ثقافة كانوا يكتبون إياها على اللوح يا دكتور يعني أنا بتذكر أيوة. أنه يطلع يكتبوا قبل ما نبلش بورق الفحص عند الامتحان يكرم المرء أو يهان فلحالة كان نفسيا تهيئة للعالم السلبي اللاوعي بلش يشتغل عندك يعني أنه توترت خلص يعني. فالامتحان هو رسالة تعليمية مثل أي محاضرة مثل أي درس مثل أي ليس هو مقياس فقط لا يعني فرز الطلاب بأي نقطة هن موجودين بأي مستوى في توتر للطرفين للطالب وللأهل يمكن كمان لما عم بيشوفوا ابنهم متوتر كمان هنهم عم يتوتروا من هي الإجراءات اللي عم بتكون خلال الامتحان هو التبادل يمكن نحن باللا شعور حدا عم يبتسم بوشنا بنبتسم بوشه حدا
ممثل عم يبكي ويزعل على شاشة التلفاز، فنحن بنفس الوقت بنتأثر، ما ممكن نضل عم نضحك وهو عم يبكي. يعني إذا دخلنا بالعمق النفسي معه فبنشعر أنه نحن متبادلين شئنا ولا أبينا. موقف بحزن لا يمكن يكون يعني الآخرين مسرورين. فهذا التبادل الشعور هو شعور إنساني وسامي، هذا الموضوع أنه نحن نكون إنسانيين متبادلين يعني المشاعر، وهذا شيء طبيعي بالمجتمعات. هي بعد إنساني، حتى يعني عفوا الحيوانات في عندهم تبادل الشعور مع المربين، فبتلاقيهم إذا زعلان بيزعل معه، إذا فرحان بيفرح معه، بيداعبه فالمواضيع هي المشاعر، هي مشاعر منقدسها نحن ومنقدرها، بس نحن لازم نتوجه برسائل أنه هالمشاعر هي يجب أن تكون بمنتهى الإيجابية بالمحافل التربوية. هيك عطينا مساحة جدا واسعة للبعد النفسي، وحكينا قدي مهمة وتأثيرها سلبيا كان على الصحة الجسدية أو على صحة الأسنان. اليوم من خلال دورك كطبيب معالج باختصاص الأسنان، شو هي أو خلينا نقول شو أهم التدابير العلاجية اللي ممكن تتخذها بشكل إسعافي وقت اللي بيكون الإنسان يعني عنده حالة توتر إلى تأثير جدا سلبي على صحة الأسنان والشكل حتى؟ يعني أنا بدي أحكي شغلي مهمة جداً، إنه نحن نتفهم المريض ونفهمه شو المشكلة وشو أضراره. نعم. مثل هلأ ما حكينا، يعني الطبيب يعطي وقته للمريض بالمتسع بشان يتبادل معه الأحاديث ويفهمه شو المشكلة اللي عنده إياها وشو الحلول. هلأ شو الحلول؟ كتير بسيطة الأمور عند طبيب الأسنان، أنا لا أتكلم عن الجانب النفسي عن طبيب نفسي. لا، قد لا تحتاج هذا الأمر يعني نروح لطبيب نفسي، لا، لكن وقت بصير في عنا حالة الصرير هي أطباء الأسنان بيعالجوا بأجهزة، يعني بيضعوها بالفم، هي أجهزة حاليا يا أما تكون قاسية أو طرية، خلينا نقول هيك. يعني في أجهزة سيليكونية تصنع بشكل خاص للمريض، وبالتالي بيستخدمها لفترات محددة، وحقيقة تزول حالة التوتر وأثرها على الأسنان. بعد طبيب الأسنان بيقدر يبدأ العلاج حقيقة لحتى يأخذ نتائج إيجابية دائمة، أما قبل استخدام الأجهزة الصرير راح يكون في تعب عند الطبيب وعند المريض، لأنه راح تتكسر مثل ما حكينا كل المعالجات. النقطة الثانية يعني المهمة جدا أنه يضل في متابعة مع الطبيب، لأنه هاي الشدات النفسية أو الضزاز ما هي مرحلة وخلص وراحت بعد ترجع بالضبط حسب الظروف، ونحن كلياتنا عم نفوت بموضوع قصص أحيانا تتغير، وبالتالي هذا الجهاز قد يحتاج له في مراحل نحافظ على وجوده معنا. فهي الأمر نقطة غاية بالأهمية، فإذا المتابعة الدورية مع طبيب الأسنان هي نقطة الحماية لحتى إذا صار أي تغير يقدر الطبيب فورا يعني يأخذ إجراء علاجي. طيب دكتور، هيك بسؤال أخير وسريع الوقت داهمنا، في كتير أشخاص بيقولوا بينصحوا حتى أطباء أنه اليوم البوتوكس لحتى خفيف ألم أو صرير الأسنان، هل هو فعلا بيفيد أو هو حالة مؤقتة ممكن تعطي نتائج سلبية لبعدين؟ هلا أنا شخصيا رح أحكي الموضوع، أنا بعيد عن المعالجات هاي، وحقيقة يعني أنا يعني بطب الأسنان ما بفضل أنا شخصيا. هلا رايح كتير لقي يعني آراء مختلفة بالموضوع من زملائنا، لكن أنا شخصيا بلاقي أنه أطباء الأسنان لازم يكونوا حذرين بالتعاطي مع هيك نوعية من العلاجات، لأنه هي حقيقة في اختصاصات، وأنا آسف عم بحكي هيك بجرأة، أجدر بأنه يقوموا بهيك علاجات، وإذا بده يكون من أطباء الأسنان فمثل ما دعت وزارة الصحة أنه تكون ضمن يعني جراحي الوجه والفكين للقدرة حقيقة على العلاجية، يعني ما تكون متسعة لكل أطباء الأسنان يستخدموا، لأنه في له جوانب يعني إذا كان الطبيب ما مدرك للموضوع بشكل كامل وملم
عنده خبرة كبيرة، في له جوانب سلبية بالضبط. ونحن عم نحكي عن الوجه، يعني عم نحكي عن الجمال، عم نحكي عن منطقة شخصية الفرد. فبالتالي يعني الموضوع أنا بشوفه بحساسية كبيرة. القرار من وزارة الصحة كان كتير صائب إنه تحدد اختصاص محدد بطب الأسنان وليس عامة أطباء الأسنان إنه يمارسوا هالنوع من العلاج. شكرا دكتور إبراهيم لحضورك اليوم، نتمنى هيك من خلالك. تحياتنا أكيد لكل الدكاترة والمعلمين. اليوم هلا فترة فحص وامتحانات، في شوية هيك توتر، بدنا هيك نجرب هالفترة ما نعصب كرمال صحتنا النفسية والفموية. شكرا لحضرتك. شكرا لحضورك دكتور، أكيد نتمنى لك بقية نهار حلو والسلامة أكيد للجميع. شكرا جزيلا.